واحنا بنتكلم كده عن انواع الادمان افتكرت ان في ادمان العمل، رجاله كتيره جدا جدا بتبقى مدمنه لعملها، بياخد منه اليوم كله وما بيحسش بالوقت وبيبقى قد كده هو سعيد ومبسوط جدا بيه، مش بس الرجاله كمان الستات. لما افتكرت ادمان العمل افتكرت رانيا على طول. رانيا مدمنه عمل، رانيا لازم تبقى بتشتغل، عمالين بنحلق عليك. مش بقدر. يعني ايه اصحى الصبح يعني ابقى كده بلا هدف؟ مش فاهمه يعني ايه يعني، حتى يوم الاجازه وانا احساس عظيم. ما اعرفش والله. وبعدين يعني سبحان الله، مع ان انا زمان كنت متخيله ان انا يعني هبقى ربة منزل. تخيلي. وبعدين إيه، فجأة حياتي كلها اختلفت وبقت عمل، ويعني انا ما بعملش حاجه غير ان انا تقريبا بشتغل. بس انا قابلت ناس بقى عندهم نوع من الادمان للرياضه. في ناس ده جميل قوي. والله في ناس وصحابي جدا لو ما لعبوش رياضه كل يوم بيبقى عندهم مشكله. ايوه، لان واضح ان الرياضه كمان بتعلي حاجه في المخ، ادرينالين، بيخلي ان انت جسمك كله خلاص. لو هو او الشخص او الشخصه دي ما لعبتش رياضه في اليوم ده، لا فعلا المود بيأثر على المود، وبيأثر على شغلها، بيأثر على عصبيتها وعلى بيتها. على بيتها لازم الرياضه دي حاجه اساسيه ساعه في اليوم. وفي ناس بتصحى بدري جدا، ممكن الساعه 5 الصبح. انا مش عارفه ازاي دول بيعملوها. مش عارفه بصراحه. انا بصراحه لو هلعب بعد الظهر مثلا بعد شغلي، اقول النهارده قادره والنهارده بكره مش قادره بتاع كلام، انما الواحد اوريدي بيصحى متأخر يا دوبك اللي هو بيصحى يا دوبك مسست نفسه لانه هيشرب حاجه، لو كان حاجه بسيطه ويلبس وينزل يروح شغل. ازاي ارتب اليوم بحيث ان انا فاضي قبليها؟ اصل بتبقى ساعه ونص مثلا اللي هو ساعه رياضه وقبليها نص ساعه عشان بجهز للرياضه وارجع اقعد وابتدي اعمل. متعود يا مها يعني. هم لو متعودين على ساعه رياضه فعلا هتقوم الصبح تلعبها. لا، هتنظم وقتها. اعملها بعد النوم. خلاص اعمليها. المهم اعمليها قبل النوم. المهم اي حاجه وخلاص. المهم اعمليها بالظبط. في ناس اللي هي يعني مدمنه الرياضه بتاعت الجري، من كتر ما هم بيبقوا مدمنين الرياضه دي بيسافروا ماراثونز، يعني بيرتبوا الجدول بتاع اجازاتهم السنويه على المواعيد الماراثونز بره، ويسافروا علشان هو رايح او هي رايحه. حلو قوي. تجري. حلو قوي. تجري. ان يبقى ادمان شيء مفيد، حاجه رائعه. طب ما هو لو ادمان الرياضه هيبعده عن ادمان التدخين. نعم، كده حمى نفسه من حاجه مضره. فاهمه انا؟ مش فاهمه انا. فاهمه انا بتقول ايه؟ انا لازم العب رياضه. انا لازم العب رياضه. ساره بتقول ايه؟ مش فاهمه بس ما علينا. انا لازم العب رياضه. هي دايما ساره كده. غيري الموضوع. انا لازم العب رياضه. غلوش. طيب.